السلام عليكم. اليوم نعرفكم بحديقة المائية التي تقع في مدينة جديدة تاع المنجلي بقسنطينة، واللي تعتبر واحدة من أكبر وأفضل الحدائق المائية اللي توجد في الجزائر، واللي عندنا حوالي أكثر من 50 أو أكثر حديقة مائية في كل ولايات الوطن. وبالمناسبة يعني سوف تفتتح هذه الحديقة في الصيف هذه، بعد ما افتتحت العام اللي فات ولكن كانت مغلقة لفترة معينة، وبعد ما عرفت تعطل كبير لعدة سنوات قبل يعني استئناف الأشغال نتاعها وافتتاحها. وفيه للعلم أنه في المدينة الجديدة لعلي منجلي سوف ينجز حديقة مائية أخرى أكبر من هذه. إذن وبدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع لهذه الحديقة الرائعة اللي كم هي يعني ضرورية وإيجابية في مثل هذه الفترات الحرارة بالنسبة لأطفالنا وأبنائنا وعائلاتنا، اللي سوف أكيد تجد متنفس ولو لفترة في هذه الأيام الصعبة والحارة. إذن أترككم بدون إطالة، تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذه الحديقة الجميلة جدا، وإن شاء الله في كل ولايات حتى في البلديات تكون فيه أماكن للترفيه وأماكن للاسترخاء وللهروب من الحرارة الكبيرة. إذن نخليكم تتابعوا، والسلام عليكم.